طبعا اليوم يعني افتتاح لاحتفالات الشعنينة وعيد الفصح والقيامة، نتأمل تكمل هيك ويعني الكورونا تكون من ورانا ونشوف أيام أحسن. وهاي السنة يعني واضح إنه الأعياد غير العام، ما قدرناش نعيد ولا نطلع بهاي الجمهور الغفير. يعني السنة إن شاء الله بكل الأمور بتكون أحسن وتتحسن لقدام، وكمان بتضلها الحالة هيك والكورونا بتكون من ورانا. شو مجهزين النشاطات لهاي السنة؟ احنا عندنا اسبوع حافل يعني من النشاطات، جزء منها اللي هي الصلوات وجزء اخر هي يعني الطقوس الجماهيريه، كمان منها فعاليات للاطفال، منها دوره يوم الجمعه العظيمه، ويوم السبت راح يكون في كل النهار فعاليات للاطفال بساحه الكنيسه، وايضا بعد الظهر راح يكون استقبال النور المقدس من القدس، وراح يكون مسير من المطرانيه لكنيسه البشاره بمشاركه 4 كشافات، وبعدها راح نطلع على الاحياء وكمان نوزع النور المقدس في احياء مدينه الناصره ونوفها قليل. كلمه توجهها اليوم للمحتفلين في احد الشعنين؟ اول شيء كل عام وانتم بخير، نتمنى ايامكم تكون بس خير وسلام وتكمل الحياه زي ما كانت قبل، وتيجي ايام منيحه على الكل بالخير وبالبركات، وشعنين مباركه. الكورونا مسيطرة هالمرة، فرحة كثيرة ومشتاقين، مشتاقين يعني للدور المنسجل، لأنه صار له زمان مش زايرين. اللمة كنا نشتاق للمة، فهاي أهم شيء اللمة، وننزل نصلي ونضوي شمعة، وهاي مهمة. أمنياتك في العيد اليوم؟ نتأمل الكورونا تروح شيلي بيلي ونضل نتمع سوا. كل عام وانتم بخير، عيد مبارك. وانتم بخير، وانتم بخير. يعني كيف اجواء العيد معكم هاي السنه؟ والله حلوه، حلوه والمحبه موجوده، والشيء كثير كثير يعني حلو ومرتب، والكشاف العام كانت الكورونا كثير كان الشيء محزن، بس اسا الافراح كثير يعني، وفي سعاده بوجوه الناس كلها. يعني سنة المركض كيف سالمين. سنة المركض كان في كورونا، ما كانش في زيارات واحتفالات ولا احتفال، بس الخوارني كانوا بقلب الكنيسة. كيف استعداداتكم للعيد هاي السنة؟ طبعا كل حماس وكل محبة وسعادة، بالعكس كتير اشي حلو، والله لا يحرمنا من هيك أجواء. الحمد لله كله تمام، شايف الناس مبسوطة بعد سنة إغلاق، الناس كلها مبسوطة والحمد لله الكل معيد ومبسوط. سنة المركض ما كانش احتفالات بسبب جائحة الكورونا، كيف الشعور هاي السنة؟ بالضبط اللي قلت لك اياه، فرحة عامرة للكل، شايف الفرحة بوجوه الأولاد وجوه الأهالي، والكل مبسوط والكل جاي ومعيد. كلمة تحب توجهها للناس المحتفلين اليوم؟ كل عام وانتم بخير، الجمعة الجاية الفصح بنقول من إسا المسيح قام، وإن شاء الله تنعاد علينا وعلى كل شعبنا بالخير وبهدات البلد.